الاتحاد الأوروبي وإعلاميون بلا حدود بقوم بهاي المبادرة بالتعاون مع الشباب خريجين الإعلام والشباب اللي بدرسوا في السنوات الأخيرة في الجامعات الفلسطينية تخصص إعلام. هدف منها قيام بنشاطات تطوعية في مناطق مختلفة في فلسطين والتركيز على المدن والمعالم السياحية وجذب الانتباه لهاي المعالم وتشجيع السياحة الداخلية. الهدف من وجود طلبة الإعلام معنا هون إنه يكتبوا عن هاي عن هاي النشاطات اللي بيقوموا فيها، وكمان يكتبوا عن الأماكن اللي بزوروها. في أماكن كثير جميلة في فلسطين يمكن كثير منا ما بعرفوا عنها. الهدف من هاي الزيارة والتركيز على هاي الأماكن وجذب الانتباه لها وتشجيع السياحة الداخلية بالمحصلة عبر مقالات وقصص بكتبوها طلبة الإعلام. نحن اليوم هنا في مشروع فلسطين جميلة، واحد من أيام العمل التطوعي الذي يهدف إلى زيارة مناطق سياحية في فلسطين مثل البلدة القديمة في نابلس، والجميع يعلم أهمية البلدة القديمة في نابلس وما تحتوي من تراث وإلى آخره. نحاول أن ينخرط الطلبة في مشاهدة هذا العمل وفي الاطلاع على تاريخ البلدة القديمة بهدف الكتابة عنه، إضافة إلى جانب العمل التطوعي الذي يقومون فيه. قمنا بزيارة إلى عدد من المعالم السياحية الموجودة، من بينها ساحة القريون أو ساحة الشهداء، هنا هي التي شهدت العديد من النضالات لأهالي ومواطني مدينة نابلس. الطلبة اليوم سيكتبون عنها العديد من أنواع العمل الصحفي، من القصص الصحفية، التحقيقات والتقارير عن هذا الموضوع. الهدف يعني بالنهاية لكل هذا العمل أن نصنع جو إعلامي وجو ميداني لطالب الإعلام، يعني كما يذهب للتدريب مع مؤسسة إعلامية نحن نقوم بصنع هذا الجو له. معنا تقريبا 70 شابا وشابة من مختلف الجامعات الفلسطينية من الخليل حتى نابلس موجودين معنا يشاركون في هذا العمل اليوم. قادرين كإعلاميين بتوقع إنه لو كل واحد من هون هسه روح كتب تقرير معين، وجهات نظر مختلفة كثير، فإحنا هاي الوجهات النظر لو جمعناها رح نطلع بإشي كثير كبير. كتابة التقارير وتكون تقرير بكلام وعبارة عن صورة، وبرضه إحنا بنقدر نعمل له فيديوهات مش إنه بس صورة وكتابة. احنا جايين اليوم بدعم من الاتحاد الاوروبي ومؤسسة اعلاميون بلا حدود لمدينة نابلس لحتى نقوم بعمل تطوعي هو مساعدة البلدية لتزيين وتجميل البلدة القديمة. احنا حاليا عم بنقوم بالتراشة مع مجموعة من المتطوعين، وفي مجموعة راح تقوم بالتكنيس والزراعة وكل هذا لحتى نضيف نضارة وجمال زيادة لفلسطين. واليوم ان شاء الله يعني زي ما انتم شايفين عم نعمل زي عمل تطوعي، هو عبارة عن دهان وتراشة القناطر وتنظيف وإزالة الأعشاب العشوائية وزراعة الشجر اللي موجود في الساحة الرئيسية، وضع مقاعد طبعا حتى يكون وضع مناسب وجميل، ورسم بعض الرسومات الجميلة في الساحة بمشاركة مجموعة من الإعلاميين طبعا. هذا إشي بيشرفنا وبسعدنا وبالتنسيق معنا إحنا كبلدية نابلس.